بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان هو شهر نزول القرآن، يتسابق الناس في شهر رمضان في ختم القرآن، لأن القرآن نزل في شهر رمضان. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولكن بعض الناس يقرأ القرآن دون فهم لمعاني الآيات، بعض الناس يقرأ القرآن دون أن يتدبر آيات القرآن الكريم. والرسالة التي نريد أن نتوجه بها اليوم هي أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى هدى للناس، كما قال جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن هدى للناس. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن الكثير من الناس يقرأ القرآن دون أن يقف على معانيه ودون أن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى من القرآن. القرآن كتاب هداية للناس أجمعين، ولا يتحقق ذلك إلا بفهم معاني القرآن الكريم والوقوف على ما فيه من أسرار ومعاني. لذلك نريد في شهر رمضان ونحن نقرأ القرآن أن نحاول أن نفهم القرآن، نحاول أن نفهم الرسالة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يبلغها لنا في كتابه الكريم. ليست العبرة بكثرة الآيات، ليست العبرة أن نقرأ كثير، مش العبرة أنني قرأت وختمت القرآن 10 مرات ولا 20 مرة في رمضان. العبرة باللي أنا استفدته من القرآن، العبرة بتأثير القرآن على سلوكياتي، بتأثير القرآن في حياتي، العبرة بأن القرآن غير في حياتي، العبرة بأن أنا استفدت من القرآن، لأن القرآن أوامر ونواهي ومواعظ وإرشادات لقارئ القرآن، للأمة الإسلامية. ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا. فلما أسمع يا أيها الذين آمنوا يجب أن أنتبه لنداء الحق سبحانه وتعالى. لذلك بنقول للناس: وانت بتقرأ القرآن اقف مع كل آية من آيات القرآن، وخلي بالك ان القرآن لما نفهم معانيه ونفهم ماذا يريد الحق سبحانه وتعالى ان يبلغنا في القرآن والخطاب في القرآن من الله سبحانه وتعالى، لك انت ايها القارئ فاستشعر ان الله سبحانه وتعالى يخاطبك، استشعر معنى كل آية من آيات القرآن الكريم. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام يشفع للعبد حينما يصوم فيحسن الصيام، والقرآن يشفع للعبد يوم القيامة حينما نقرأ القرآن ونفهم القرآن ونعمل بما في القرآن. يجب علينا أن نفهم القرآن حتى نستطيع أن نعمل بالقرآن. واعلم أن عدد آيات القرآن بعدد درجات الجنة، فكلما قرأ العبد آية من كتاب الله ارتقى درجة من درجات الجنان، حتى إذا ختم القرآن فقد بلغ أعلى درجات الجنان. القرآن كتاب هداية للناس أجمعين، يجب أن نجعله كتاب هداية نهتدي به ونتأثر بما فيه ونعمل بما فيه، ولا نكن كمن قال الله جل وعلا في شأنهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والقرآن الله سبحانه وتعالى قال عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يقفون على آيات القرآن فيفهمون معاني الآيات ويعملون بما فيها. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. اقرأوا القرآن فإنه يشفع لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. من أراد السعادة فعليه بالقرآن، ومن أراد العزة فعليه بالقرآن، ومن أراد الرفعة فعليه بالقرآن. فاقرأوا القرآن تسعدوا في الدنيا والآخرة، واعملوا بما في القرآن يرفعكم الله إلى أعلى الدرجات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن ينفعنا بالقرآن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي العدنان. نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.